اهلا وسهلا الغزالة ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جبت لكم واحد الوصفه سهله وكتشهي البنات، كتشهي كتحمق. انا هذه الماكله ديال اللي كتعجبني يعني بزاف في الصيف، خفيفه. جبت لكم اليوم انا لكم بالشرموله، يعني بالنسبه للصيف ولا بالنسبه للبنات اللي راهم كيديروا الريجيم بحالي. يعني الطريقه كتجي ناشفه، ما كتجيش يعني فيها الزيت بزاف. مهم نخليكم معايا، بلا بديتو الفيديو تفرجوا لي حتى للتالي باش تعرفوا يعني باسو باسو كي غادي نديروا لها، ونتمنى تعجبكم، فرجه ممتعه. المهم البنات كما قلت لكم نبدا معاكم. المهم هنا عندي اللوبيا، او احنا كنقولوا لها في جهه الشرق اللوبيا شعره. مهم بزاف ديال المناطق في المغرب مثلا الداخل ولا فاس كيقولوا لها لاليكو. انا من الاحسن اختاروا هذه الخضره، هذه اللي كتكون رقيقه، كاينه واحد النوع شويه غليظ، هذه الرقيقه راه كتجي مزيانه يعني. وكما قلت لكم يعني البنات اللي راهم متبعيني هكا بغينا نطيحوا شويه في الوزن، ماشي ضروري ناكلوها غير مسلوقه هكاك، يعني ما فيها حتى شي مذاق، يعني هذه صحيه 100%. المهم غادي انا غسلتها وقطعتها، المهم حيت هذاك اللي كيكون القدام واللوراني، وغادي نحط هاد السلق نتوما وكل وحده وكي كتكون، كاين اللي كطيب دغيا كاين اللي كتعطل شويه. المهم غير كنديروا فيها هكا الصباع كنحسوا فيها راه صافي دخل معها الطياب، كنصفيوها. المهم البنات مينطراس هي كتسلق كدير شي فقاعات بحال هادو بحال الرغوه، كنحيدوها ما كنخليوهاش فيها. بلا ما هي كتسلق حنا نبداو نوجدوا لها الشرموله ديالها. مهم انا نزلت هنايا بصله كبيره ودرت لها شويه الزيت البلديه وشويه الزيت العاديه الاخرى اللي كنقليو بها. من الاحسن الا ما تعجبكمش يعني الزيت العاديه ديروا غير الزيت البلديه راه مزيانه يعني كتجي حسن. كنخليوها تشحر مزيان حتى تطيح، ما نديروش معها الثومه في الاول لحقاش غادي الثومه كطيب دغيا كتحرق دغيا وغادي تطلق واحد الغوستو بحال اللي كيجي بحال اللي يجي مر. مهم انا الثومه، انتما كاع هادشي البصله والثومه قطعوها بطريقه زعما عشوائيه، ماشي ضروري تكون رقيقه باش تكون شويه باينه. مهم غادي نخليو هادشي حتى يعني تبدا تحمر مزيان، ونزيدو لها شويه ديال المطيشه الصلصه اللي قلت لكم اللي فايت قلت لكم، وشويه ديال القزبر ومعدنوس. فاش تحمرت لينا هاد البصله نزلت ليها شويه ديال الصلصه ديال المطيشه، قزبر ومعدنوس قطعتو صغير، وشويه د الملحه شويه د الخرقوم شويه د سكينجبير شويه د الكمون، واللي كتعجبو الحراره يدير الهريسه ولا بابريكا ولا. المهم غادي نقصو عليها دابا العافيه وغادي نخليوها تطيب مزيان تطيح مزيان. المهم البنات فاش كتولي لينا هكا ديك الشرموله كتكون عندنا طابت هذيك اللوبيا، غادي نديروها عليها ونخليوها تقلى واحد 4 دقائق حتى 5 دقائق، نقصوا العافيه وتبقى تقلى تقلى تدخل معها هاد الشرموله، ونتلاقى معكم في الشكل النهائي البنات. المهم البنات هيا اللوبيا ديالنا اولا ليكو هيا وجدات، شتو كتجي فيها الشرموله كتجي غزاله، وانا رفقتها مع شويه د الحامض شويه د الحار بالنسبه حتى البنات اللي راهم كيديروا الريجيم معايا، كان حاسبكم راكو كديروا الريجيم معايا. مهم هذه راه مزيانه وصحيه والناس اللي فيهم السكر، وكنديروها طريقه يعني مبدله بالنسبه دابا اصلا راها كاينه موجوده هذه وقتها راها رخيصه، وبنادم ياكل الخضره ديال الوقت. ونتمنى تكون عجبتكم وبصحه والراحه. بسلام عليكم، نتلاقى معكم في فيديو جديد ان شاء الله.